هذا وتهيب وزارة الداخلية المواطنين بتركيب الملصق الإلكتروني للمركبات قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة في 30 من مارس الجاري. بمناسبة قرب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالك المركبات بالتوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 من مارس 2021. وتيسيراً على المواطنين، تقوم وحدات المرور على مستوى الجمهورية باستقبال المواطنين حتى الساعة 8 مساءً، على أن يكون العمل من الساعة 5 حتى 8 مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.